بعد الاكسجين ده ترى يعني لما تكبر هتكون مع الاكسجين ده طوالي. هسعد كده غلط ولا ما غلط؟ نيجي الشخص براه هاي ما متعدين على الراي واحد يعني. هسه انا كان جيت وقال لي يا اخي ما في حاجه الاكسجين ممكن لما انا اتكلمت معاه قال لي انا قلت لك انا قلت لي لا انا جيت واحد قال لي اسمه قلت والله ما بعرف انا جيت هنا دكتور ودخل علينا على اي حاجه اخر لما قال لي الكلام ده ترى قال لي والله ما المفروض تدايق. عند اختي قبل كده رقدناه في مستشفى سنار فالطبيب قال انه عندها ملاريا حتى بعد اجراء الفحص ما ظهرت الملاريا اصر انه عندها ملاريا وفي نفس الوقت عندها حصبه فكتب لها كينين الكينين ما بينفع مع الحصبه في النهايه بعد خلاص ساءت الحال ووصلت مرحله متاخره حتى اكتشف انها حصبه بعد 3 أو 4 أيام والكينين استمر واستقر في الجسم وفي النهايه حصل لها دس توفت يعني النتيجه كانت الوفاه من خطا بسبب خطا طبي على اصرار وجود مرض هو ما موجود ما قدر يعرف انه دي حصبه من الاعراض ما عارف هو قرا شنو ودرس شنو المفروض باي عرض من الاعراض يوصل للحقيقه. دكتور مجدي الكلام على الاخطاء الطبيه طبعا بقى مستهلكه كثير وما يفيدش في كل العالم زي ما بيقولوا وبعض الناس بيقولوا انه في السودان اقل من المعدل العالمي وكمان عبد القادر يا مورا قال لما جبناه هنا قال المريض السوداني بي عنده وعي اكثر كمان بالحته دي هو قال كثره الحديث دكتور كمان عبد القادر قال كثره الحديث عن الاخطاء الطبيه دليل على تطور وعي السوداني مش تدهور الطبيب السوداني لكن نقدر نربط المساله دي يعني الى اي مدى ثقافه اخلاقيه المهنه اذا انتشرت ممكن تقلل من الحته دي او انعدام ثقافه اخلاقيه المهنه ادت الى هذه الاخطاء الطبيه. كويس ابدا بكلام دكتور قنا عبد القادر انا افتكر ده كلام للاستهلاك حقيقه للاستهلاك لانه الليله ما عندنا احصائيات علميه يمرق عليك وكيل وزاره الصحه عشان يقول لي انه الاخطاء الطبيه ما كثيره وانا بنفس الغدر صح ما بقدر لانه ما عندي احصائيات لكن انا ممارس المهنه وبشوف كطبيب وبرضه كمواطن ومريض صح في ارتفاع في مستوى الاخطاء الطبيه ودي حقيقه لازم نعترف بها الليله اللي هي خلقت احساس وسط المواطن السوداني بعدم ثقه في المستوى العلاجي اللي بتقدم له وده الجانب انه حقيقه أن المواطن بقى يطالب انا بفتكر برضه ده ما صح المواطن حده يتكلم قدام باب المستشفى ويوري غضبه لكن ما بيشيل خطوه لقدام ليه حس احنا عندنا ثقافه المرحوم غلطان للاسف لكن المطالب يعني انا حاعلق بالتحديد على واحد من الاخوان اللي بيتكلم عن الانسولين حاتكلم عنه بعد شويه لكن في اللحظه دي داري اقول شنو علاقه الاخلاق المهنه شنو في الناحيه دي انت كطبيب واحده من اهم ابجديات اخلاق المهنه انك تقدم لمريضك احسن ما وصل له مستوى العلاج فيه ويكون همك الاساسي صحته وبس وما تقوم باي ممارسه ممكن تؤدي لضرره. انا افتكر هنا في فهم مغلوط وبحتاج انه الاطباء ذاته يكونوا منتبهين له. اللي اتكلم عن انه قال اديناها كنا قال اديناها الانسولين قال كنت افتكر المستشفى مكتملة الأكسجين قال كنت الأكسجين قال كنت مفتكرة مكتملة شيء طبيعي طبعا أيوة دي غلطة الطبيب أنا أضرب مثل ودي سابقة يمكن بيسميها زي الصبغة الغضائية للقانونيين حصل إنه في طبيب في بريطانيا جاته ممرضة قالت له زوجي عنده وجع في صدره فقام قال لا خلاص أديه مضاد للحموضة بعد يومين جابوه بجلطة قامت طوال اشتكت المجلس الطبي انه كيف جاته ذبحه صدريه وجاته جلطه وانت كتبت له مضاد حموضه. تبريره بانه انا ما شفت المريض ما كان كفايه، انك انت وقت ما خشيت في علاقه مهنيه مع مريض انت في بالك عنات عندك كل المعلومات وعندك كل ال شنو المعينات عشان توصل للمريض ده العلاج الكافي. حتى لو كانت علاقه مرتجله حتى لو مرتجله انت وقت ما قبلت بها المريض هو ما بيقبلك انك على علاتك وقت ما انت اتخذت قرار وديته نصيحه بيفتكر انك يعني الطبيب اللي بيسمح لنفسه انه يدخل المريض للمستشفى وعارف انه مثلا عنبر العمليات ده الاسبوع اللي فات كله كان فوق التهاب اخطا وده خطا طبي يعني ما يقول لي الامكانيات انت قبلت انك تكشف له بما زنبغت مكسور وتعتبر انها دي نتيجه لانه والله تقول لي ما عندنا ما زنبغت لا غلطان وانت عندك الحق تقول للمدير الطبي بتاعك لوزير الصحه لوكيل الوزاره انا ما ممكن امارس مهنه بمستوى اخلاقي في ظروف ما مقبوله واخلاق المهنه هنا بتحميك ابقى معناته من اخلاق المهنه انك انت ما تكون الضحيه وزي ما بيقولوا شايل وش القباحه دائما بالضبط كده لما يقول لك الطبيب ما كان موجود انا سؤالي قبل ما يكون ما كان موجود لانه كان وين؟
ما هو ده طبيب واحد ممكن يكون في اللحظه دي مطالب انه يكون في 7 محلات ومطالب بيقوم بدور وما حقه وممكن يقوم بدور. ودي الحته تحديدا اللي هنتكلم عنها في الفقره الجايه، انه في 7 اماكن دي، وانه العلاج الخاص منك انت عشان تطور نفسك، ما هي بالنسبه لك هو ما سلع العلاج، لكن انت بالنسبه لك مصدر دخل، فدي ذات مشكله. يعني الكاميرا برضو كالعاده طلعت لاستقصاء الموضوع ده، العلاج الخاص في السودان وتعامل الطبيب لما يكون علاج خاص وكذا. نشوف حزمه بتاعت الاستطلاعات ونرجع ثاني. والله يا اخي احنا بنعاني من مشاكل صحيه في البلد دي ما لها حدود، وبالذات المستشفيات الخاصه. يعني المستشفيات الخاصه يمكن بقت من الفنادق اللي 5 نجوم في البلد دي. الطبيب في مستشفى الخرطوم والله مستشفى اي مسمى من المستشفيات بيتقابلوا بيقول لك تعال في عيادته الخاصه، عيادته الخاصه ب 100,000، انا لما اقابله ب 100,000 وعندي مريض مثلا بيعاني من غضروف، فهمت كلامي؟ انا العمليه دي ب 17 مليون ولا 18 مليون عشان انا اتحصل من حقي امشي الزكاه وامشي الماليه وامشي وزاره الصحه الاتحاديه العلاج الموحد، عشان انا القى المبلغ ده يكون مريضي يكون حصل له ضغط في الغضروف الثالث ولا الرابع، ومره تبين الموقف ده مره على خالتي، يعني مره على لغايه ما حصل لها ضغط في الغضروف في الفقره الثالثه والرابعه والخامسه، لا يعني لغايه ما فقدت الامل انه انا مثلا اتعالج فيها. فبقت يعني بالذات يعني المستشفيات بقت يعني مسالتها حاجه يعني شاذه. يعني المستشفى انت بتخش وبتطلع بالباب الثاني، معامله سيئه، العنابر سيئه، حتى التمريض ذاته بقى سيء، فهمت كلامي؟ لدرجه انه احنا مثلا نتعامل الليله انا لو ما عندي قروش ما بقدر اتعالج. والله دي شيء يعلمه هو، بس طبعا في ناس بتقول لك مثلا الطبيب الخاص بيطلب منك بيكتب لك ادويه كثيره، بيتعاملوا مع الصيدليات وكلام زي ده. المساله تجاريه ولا شو؟ تقريبا كده، زي المساله التجاريه مربوطه بالصيدليات وكده. فاي انسان طبعا بيمشي الطبيب الخاص وبيمشي الطبيب العمومي. بيطلب فحوصات اكثر يا تيفي؟ طبعا الطبيب الخاص بيطلب فحوصات اكثر من الطبيب العمومي. ليه؟ الله يفتكر انه يعني بدقق في الفحص اللي انت مثلا بتمشي له، المرض اللي انت عاوز تفحصه وكده، فهو بدقق. ما في الطبيب العمومي ده بعض المرات يعني بيمشوا الناس. يعني احتمال يعني ما بدقق مثلا زي الطبيب الخاص، لانه ده انت طبعا بتدفع قروشك، بتدفع تذكره عاليه وكده، انت بتخش لي بمواعيد وفي نظام، والمستشفى ده بتكون مجهزه باعلى المستويات، يعني ما بتكون زي المستشفى العاديه. والله طبعا دي في النهايه بترجع انها نهايه ذمه، دي ذمه، الحكايه دي ذمه، والناس دي اللي يعني حالفين قسم انه العلاج والحاجات دي طبعا ماشي ساي. يعني انا لما نجي داخله للدكتور بعي لي كده بيعرفني انا كم بقدر ادفع ولا ما بقدر، وبعدين انا بمشي المستشفى على حسب قدرتي، بمشي المستشفى الخاص لو عندي قروش، بمشي العام لو ما عندي. والله فحوصات كثيره ما لها داعي، في وحدات بتكون لها داعي وواحد يكون ما لها داعي. ما لها داعي تفتكر شنو؟ والله بس عشان تمشي وتجي بس. ما اكثر من كده، عشان تمشي وتجي تدفع قروش ثاني وتخسر قروش. تمشي المستشفى برضه كمان، حتى المستشفى ما فيها تحسين مؤهلين. يعني انا عندي ولدي عنده اضطرابات نفسيه، عنده كان حاجه في الدماغ، قالت اعمل رنين مغناطيسي، عملت رنين مغناطيسي جبته، قالوا مش هيعملوا فحوصات ثانيه، في النهايه قال لنا تمشوا، بعد 3 شهور تجوني راجعين. وعندي ثاني ولدي كبير عنده اضطرابات نفسيه برضه، ما قادره والله اوديه والدكتور اعالجه، ولا قادرين نمشي للدكتور حتى كشفه بيمية. يعني احنا نمشي المستشفيات العاديه بس. والله بدور طبعا يقول لك افحصيه كثير عشان يشوف شغلته، يعني يطلع قروش ولا كذي ما معروف. وطبعا المنصرف يمكن يكون اكثر، ويعني احتمال كبير يكون في منصرفات عليه، عشان كده بيطلب منك حته دي. رايت انا رايت ده فهمي للموضوع ده. الفهم مادي بس. الفهم مادي طبعا، لكن طبعا بتلقى الدكتور الكويس يعني. والله يعني انا في مفهوم حقي انا كمعلمه واستاذه 27 سنه، انا يعني انا في البدايه انا كنت بفكر، انا بقول الطبيب الخاص يعني هو بي 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 بيطلب كل الفحوصات عشان هو ده يربح. انا جبت اخويا انا وخالي يعني حصل له حادث حركه في الجنوب، فانا جبته، حسي انا عرفت الحقيقه بانه الطبيب المستشفى الخاص هو كويس، زي ما بيقولوا قال يو نو ماني يو دايت، قال ماني از توكينج ان كارتون.
انا اسي عن الليل اليوم ده جاي بزوجتي وسيفه صوبه. جيت امس قالوا لي تجي الليله.